جديدة وتسويق المنتجات التي يبتكرها الطلبة. وفاء اليعقوبي ومحمد ناصري. آن الأوان لوضع سياسات واضحة المعالم لتعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، وذلك وعيا بالدور الطلائعي الذي يلعبه البحث العلمي في التنمية المستدامة داخل الفضاء الجامعي. يبدو أن الأمور بدأت تأخذ المسار الصحيح، بدأ الناس ينصرفون إلى أعمالهم ويعني يجتهدون في الإنجاز والإنتاج لصالح وطنهم، وأعتقد أن المستقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم إذا استمرت هذه الديناميكية أظن أن المغرب غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف يكون في موقع متقدم عالميا بعد أنه موجود في موقع متقدم على المستوى الإفريقي. وبهدف تأطير الباحثين وتنظيم وتيرة اشتغالهم، أحدثت جامعة محمد الخامس السويسي المركز الجامعي للابتكار وخلق المقاولات، تتلخص مهمته في وضع مناخ ملائم للإبداع. اليوم خصنا نعلموا الطلبة كيفاش يربح الفلوس ماشي كيفاش يربح النقاط، خصو كيفاش يكون عنده واحد النظرة للمستقبل ديالو، يبني المستقبل ديالو ماشي يبني دبلوم راه كتكون تو طولون دو لافي. توقيع على اتفاقيتين بين مجموعة من المؤسسات المعنية بالبحث العلمي والابتكار والمقاولة، بموجبها يتم تبسيط المساطر من أجل إنجاح عملية نقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى تسويق وخلق المقاولات ومساعدتها. ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها وفد السفراء عن مقرر العلاقات الخارجية للجنة وزراء مجلس أوروبا، أجرى الوفد الأوروبي مباحثات بمجلسي النواب والمستشارين